أسعد الله صباحكم متابعينا أينما كنتم. إليكم نشرة الأحوال الجوية. أجواء مستقرة عموما في أغلب مناطق المملكة ولا تغييرات هامة على الحالة الجوية. اليوم في العاصمة الرياض تسجل درجة حرارة العظمى 23 درجة مئوية، والأجواء معتدلة مع ظهور بعض السحب والغيوم غير الممطرة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من تبوك 25-10، سكاكا 22-11، حرار 20-8 درجات مئوية. المدينة المنورة 31-16، جدة 30-23، مكة المكرمة 32-21، وفي الطائف 25-16. جنوب المملكة أو جنوب غرب المملكة جازان 28-23، أبها 22-10، وفي الباحة من 19-13 درجة مئوية. شرقا في الإحساء 23-11 أيضا في الدمام، و 22-8 في حفر الباطن. في المناطق الوسطى تكون في الرياض 23-10، بريدة 24-9، وفي حائل من 23-10 درجات مئوية. المزيد من التفاصيل حول حالة من عدم الاستقرار الجوي وحالة مطرية متوقعة في المملكة متوقع مع نهاية هذا الأسبوع عبر تطبيق طقس العرب أو موقعنا الإلكتروني، يمكنكم زيارته أو حتى متابعتنا على التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك ليصلكم طبعا دائما كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، وأتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.